شكون؟ سعيدة؟ شو وقع عليه؟ سلهي نجي مخبي عندي. لا كتفيني فين هي السيده؟ فين هي السيده؟ بعد هبطي هبطي ديك البنيه عفاك، هبطي ديك البنيه باش ما باش ما باش ما تبانش. لا الوليدات ما يبانوش، لا ممنوع ممنوع ممنوع، وليدات صغار ما خاصش وجههم يبان، فهمتي؟ لا ماشي مشكل، انت عندها اربعة الوليدات ياك. السلام عليكم. الوليدات الصغار ما عندهم حتى شي ذنب في هذا الشيء. اجا خويا جوج اللي غادي يتكلم يجي هنا يشرح لنا شنو وقع بالضبط. اجا خويا قول لنا سيدي. خويا كانت ساكنه في واحد القرش. هاد السيده. هاد السيده كانت ساكنه في واحد الدار. ايه. قال لهم مال الدار خرج لها الطريب. فين هاد الشيء؟ شمن حي؟ هنا نيت بو طويل. كانت بغات تمشي تريح في الزنقه. وليداتها. الوليدات الصغار في هاد البرد وهاد الشتا حلينا لها الدار. الدار ديال من الدار هادي؟ الدار هادو مالها ما كاينينش. بزاف بزاف ديال يعني خاويه ما فيها فراش لا والو. حتى واحد ما فيها لا فراش لا والو. حليناها لا قلنا لا سيري دخلي انت وليداتك تيحل الله. ما فيها لا امتى هذا الشيء؟ امتى؟ البارح. هذا الشيء غير البارح، باقا كاع مسكنات فيها. يلا جابت حويجات. باقا ما دخلاتش. باقا ما دخلاتش. يلا صيحتها وهاد. قايد قال لي راه الدار حلوها وغتسكن فيها. ها انت حاشك الزبل كامل خرجاته منها. حنا غنخافوا على هي الاولى، غنخافوا على الوليدات الصغار. يعني الدار باقا صحيحه. يعني ما فيها حتى عيب الا جات سكنات فيها، راه كديرها المينا. كديرها المينا. وليداتها ضروري خدامة خدامة. والدار ديالها ما كاين. غادي يتعاونوا معها كاع الجيران. ما فيها حتى عيب، نهار غادي يبغيو يريبوها يطيحوها. غادي يخرجوها ما فيها حتى شي عيب. راه حنا مسلمين. ماشي اليوم. دابا انتم فكرتوا ليها من البرد. من البرد. وما عندوش باش تخلص واخا تمشي تشكري، يقولوا لها 1500 درهم، منين تجيب 1500 درهم؟ 800 درهم، هادشي فاش كيهضروا في البيوت. والله الا دوك الوليدات كيباتوا بالعشاء. والله كيباتوا بالعشاء. مرة مخدين ومرة فاطرين. ما عنديش. إلا فطروا ما يتعشاو، ولا تغداو ما يفطروا. وحنا راه بغينا نديروا لها غير حل، وجميع المحسنين وقفوا معاها، راه ما فحالهاش، راه يديو غير اجر غير في الولاد الصغار، راه البرد. الصغير شحال فيها مرة هذيك البنية؟ ثلاث سنين. والكبير؟ هذاك سبع سنين. هذاك سبع سنين. والاخر عنده شي تسع سنين. لدرجة كيمشيو للمدرسة بصنادل ما عندهمش باش يشريو السبرديلات. اي واحد دابا راه في دارو كيحس بالبرد عندهم ما يهمش. والله قراتهم بالله. والدار هي تشوف راه ما كاينش ولا ما كاينش. الدار ريبة هي فيها لا دابا الدار اصلا هي خطر عليها. لا خطر على ما هانت تدخل ما يعني ما غطيحش وغتغطيح ما غطيحش. كتفضلوا هذا الخطر ولا الخطر ديال الوجود؟ كتزور كلهم ولا هذا الشيء مدينة كلها خطر. كلها خطر. راه كلشي العالم كيشوفني نجلس في الزنقة وكيشوف المرة محقورة في المغرب. انت خرجتي انت البارح السيدة صافي قالت لي خرجي غنسد الدار. قالت لي خرجي غنسد الدار. صافي قالت لك علموها. شحال وانت كنتي ساكنه معاها؟ اه شحال وانت ساكنه معاها؟ ماشي بزاف. كنتحول كل مره كيديروا لي بحال هكا. فين ما سكنت وشحال كنتي كاري عندها فلوس؟ شحال كنتي كتخلصي لها في الكرا؟ 10000 ريال. صافي قالت لك الدار غدا غدا طريب. الدار صافي غدا. وخرجتي كنتي فين نعستي البارح؟ نعست تما نعست في الزنقه. في الزنقه ناس وليدات راك عارف انت يا ساكن العشوائي. الزنقه داك الشيء علاش بقات فينا وحلينا لها الدار. حنا في ديورنا وفينا البرد. عدني انا هي في الزنقه هي وربعه الوليدات في الزنقه. صافي حنا درنا غير اجر بغى المخزن ولا الموسي انت ما يوقفوا معاه. هادشي اللي كاين. دابا قلتي شي وحدين بداو كيعارضوا ولا شنو؟ كيعارضوا عيطوا قلت القايد قالوا لي ما تعلمش ليها. ما تسكنوهاش تما. اه والمقدم قال لي لا ديك الدار تخرج السيده وسدوا الدار كي كانت سدوها. هي ما في استطاعتهاش الكرا. ما عندهاش باش غتكري والو. كتخدم غير في الديور. ما كاينش. ما كاين الخدمه مره ما كايناش. ما كاينش هاد الكوفيد هذا عندنا خدامين وكالسين. ما كايناش خدمه. انا عندي صالون ساده ما خداماش. والو ما كاين كوفيد كاين عنينا وعلى بقات فينا ما عندنا ما كاينش لا ما لا ضو لا طواليت حاشاك لا حتى حاجه. يعني غير على قبل صافي صافي على قبل الوليدات والشتا منين يقولوا لها غتريب راه غتخرج بحال هكا ما باغاها لا استفاده لا حتى حاجه بغات غير فيس تاقر ولا عاونوها المحسنين باش شكري ولا باش سميتو الله يكثر خيرهم. الله يكثر خيرهم. وهادشي اللي غنتمناو يعني الا كان شي واحد غادي يتكلف يعني بالكره ديال شي بيت هي مزيانه. انا اللي شفت الله يرحم ليه الوالدين على قبل عند الوليدات. لا
ما كانش رانا غنبقى في الزنقه. صافي تتشوفني الدوله ويشوفني اللي بغى يشوف يدير لي حل. صافي انا كرام ما نكذبش على مالي نضل نعطي الشهر ونقول لي الشهر الاخر ما عنديش. راه ما واحد ما يقبلها. حتى شي مدر ما كيقبلها. اي مدر كيبغي يكره. انا ما عنديش ما عنديش عندي الله سبحانه وتعالى. ما عنديش عندي الله سبحانه وتعالى وهذه البلاد اللي هي بلادي اللي خصي يكون ليا فيها. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك راه كيشوف فينا وراه كيدوز هذا الشيء عنده وراه كيشوف يشوف من حالي ومن حال وليداتي. يا مالا بعيد عليك بعيد عليك بعيد عليك انا خلاتيني ندخلو شنو دخل اخويا تشوف دخلي معايا دابا هذا بلاسي هذا دابا يا جور باش كان مسدود هذا باب كان مسدود كان مسدود بحالك فرق عليه باش كل فوق يطلع فوق كاين زيت ساكنين وقيلا ساكنين مسدود 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 كلهم مسدود انا حلي ساهل لا تعس تعب ويت الحلال لا الفوق مسدود الفوق هو ما تجليش هضره كلام انا ايوا واش غندير ما عنديش انا جيت عيط لكم ما عنديش باش تدخل من البرد والشتا على قبل هادو هما الحويجات اللي عندهم هادو اللي عندها هادشي اللي عندنا هو السدانه والحصيره شوف هاد الميريو هادشي اللي عندها حاشاك شوف الطواليت كي دايره اللي تهضروا تقول لك ها تشوف كي دايره هذا هو الباب ديال الطواليت هذا هو باب ديال الطواليت فيه شبر فيه شبر شوف كي دايره بعدا اودي صافي يا شاد لا صبر كلشي صبر كلشي باش تعرف المغرب ديالنا كيدير لاحظ المغلوبين والمدينه كلها دابا دابا بلاتي بلاتي بلا باش نناقشوا الامور كل واقعيه هاد القضيه ديالك ما عندها علاقه بالمظلوميه بالمظلوميه حيت انت ماشي يجرعوا عليك من الدار دارك انت كنتي كاري عند الناس اه وماشي ظلم هذاك ولكن السيده هي الدار غتريب يعني خاطر عليك انت وخاطر عليها هي واخا خاطر عليا انا علاه هي ما ساكناش فيها ولكن دار دارها لا هي كتكريها كيفاش كتكريها كتكريها ما كتكري الناس ما ساكناش فيها دارها هي لا ماشي دارها ماشي دارها وفي مزوراتكم هادشي شويه كلشي مفرقع كلشي مفرقع دابا دخل مفرقع شنتي وحش فرقع دخل تكري استعمر صح فهمتيني دابا دابا فهمت هو ياكلك الله يرحمه ماليك شنو نقول لك الظلم كاين انا مرا ما عنديش مالك حسابي الدار دارها لا انا مرا ما عنديش اللي خرجتك من السكن اللي كنتي ساكنه فيه قبل اللي غتسد صافي خافت على راسها خافت لا تريب مع هاد الشتا اللي جات والدار ماشي دارها وكيفاش كتكري العباد الله والدار ماشي دارها ما عرفتش انايا كيفاش انا جيت سكنت عندها حتى انا كنت كنقلب على نفس المشكل وقع لي هكا خرجت عاوتاني نفس الطريقه بنادم كيخاف في شي حاجه ولا كتوصلو شي حاجه صافي كيبغي يسد اش بالك الفوق مالك هادي واخا هكاك والله حتى مزيان على شي ديوك والله القاصب والله بعدا هكاك مزيان اقسم بالله دابا نتوما قلبكم زوين حليتو فيها باش ما تبقاش في الزنقه مع الوليدات اربعه دابا انا ما بغاش نقيد انا ما بغاش يتساعد معايا غنخرج نقعد في الزنقه لا ان شاء الله غادي نتساعد معاك بالله بالله اللي خلقني واش انا عظيم الا غنخرج وليداتي ونخرج نجلس في الزنقه صافي في الزنقه غنجلس انا نهز حويجاتي ونحطهم تما اللي بقات فيهم شي حاله ديك الشحاله ديال باهم ديالك وكان باهم كما يوقع لي انا بحال هكا انا كنعرف حياتي انا ووليداتي العائله ديالك صافي ما عنديش يتيمه انا كنعرف حالتي حياتي هي هذه انا ووليداتي انا ووليداتي كنكبر فيهم اللي كان ناويه فيهم الخير ان شاء الله حتى الا كبرت ولا الله اعلم ما شيوقع لي الله يفرحك بهم الله يفرحك بهم الله يفرحك بهم هذا الشيء علاش انا كنقاوم وكندير عليهم بحال هكا لا والله يدير لي تا هو الساعة الخير يا رب راك كتشوف يا ربي تعالي وعالم عليا عرفتي ما كنكذب ما والو يا ربي تتشوف فيا وتحل فيا يا ربي ما عنديش من غيرك يا سيدي يا ربي تحل فيا يا ربي راني عييت راه ما وصلت لهك وتعييت صافي عييت ما بقى عندي تحل ما كاينش الحل ما كاينش محافظاش شوف شوف لينا شوفوا لينا قطع يا صافي ربي كبير ربي كبير الله يصوب لي بقروحه بزاف هذا بالداخل ديالي
والله زهيت بالله ما كندير حتى شي حاجه خايبه وكلهم عارفين ان هي ما رقيصه ما حتى شي حاجه انا واحد الام عندها وليدات صافي بغات تستر هي وليداتها بلات الرقم الرقم كما كتشوف راه كتشوف الريحه ديال الموليه 07 بلات 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 ما تزربش ليا 07 02 92 21 30 هذا هو الرقم ديال المساعده ديال هاد السيده هادي نتمنوا يكون خير على بولا كلشي على بولا نتوما دابا درتوا المجهود ديالكم باش تستروها من الزنقه هي والوليدات ديالها حتى هنا نقدم راه شوف الا قالوا شي حاجه اسمي الا قال لقيت شي حاجه ولا نقدم شي حاجه فراه من حقهم انا كعرف فهمتي غير نهضروا هكا وهكا ولكن انت خاصك حل يعني باش ما تبقاش في الزنقه تي الوليدات ديالك هذا هو بقيت هاد الايام خلاوك هادشي اللي بغينا ما كانش نتمنوا ولا كانوا شي محسنين تما يدخلوا على الخط على مولا يا ربي يا ربي كلشي كيدعي لنا يلا خرجوا بالراحه خرجوا بالراحه يا مولانا دابا شنو غادي ديرو؟ دار التليفون ديالها بعدا الرقم ديالها هو هذاك 0702 92 21 30 هذا هو الرقم ديالها تنتمناو من السلطات يخليوها هاد الساعة يخليوها شوية على ما تلقى فين تسكن راه غتنعس غير في الزنقة تنتمناو من القيد من البوليس من يوقفوا مع من المحسنين من المحسنين راه ما لقيناش الجد حنا الجد اللي لقيناه هاد الدار الخاوي راه قلنا لها سكني فيها اكثر من هكا حنا ما غنتحداوش المخزن ولكن اللي دار المخزن هي اللي كاينه حنا على وجه دوك الوليدات كما كتشوفوا واحد الموجه ديال البرد جات هذا العام للمغرب راه حنا في ديورنا وتحت المارط وكنحسوا بواحد البرد بزاف عاد ما دابا دوك الولاد الصغار كما كتشوف هذه البنت الصغيره ما عندهاش ما تلبس في رجليها جات البنت تحسبي حفيانا 30 الولد كما كتشوف غير الحوايج ديال الوليدات يعني محتاج انت اللباس الوليدات فالناس اللي يقدر يساعد هاد الوليدات الصغار اللي عنده لبسات ديال الوليدات الصغار اللي عنده الحوايج ارشوا ما واحد شويه اللي عندك تما الناس مساكن ها صايبوها لي وخلصوها لي وجابوها لي وما راه شويه الحوايج اللي عندهم هذا هو هما هو اللباس اللي عنده اللباس ديال البنيه عندها 3 سنين والدري عنده 8 سنين واحد الوليد عنده 8 سنين زيد 12 عام الاخر 15 سنه اللي عنده شي لباس قديم ولا جديد فيجيبوا لهاد السيده لانها محتاجه الوليدات راه ما عندهم ما يلبسوا والبرد اليوم غير اسم هادشي اللي كاين اقسم بالله عندهم شي ناس اقسم بالله بحالك عندنا حصيره وهاد شويه الحوايجات وتسدات كيفاش كانوا غير ناسوا في الزنقه وكي غيديروا ليها صايب الحال اختي صايب لك الحال صايب لك الحال حق الله العظيم هاد الجيران اللي قال لي لا ولا الدرب شي مساكن نخرجوا نخرجوا نكملوا اتينا باش فات سالات كملات يلا الو شو قال ماشي لا لا علاقه بهذا الموضوع لا علاقه بهذا الموضوع اش باغي خلي 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 باش وجهها ما تبان اخر اش باغي توصل للناس اللي كيشاهدوك الناس اللي اش باغي تقول لهم بغيت حل احل انا وليدات ما نبقاش في الزنق ما بقاش عندك فين تزيد لا ما عنديش والله تدويت مع ولدي الكبير عنده 15 عام والبارح قسم بالله والله شاهد عليا وهذا النهار ناقص في عمري قلت لي شوف واش تقد على خوتك تقابلهم قال لي علاش امي في بيتي تمشي قلت لي انا راه بزاف عليا هادشي ما بقاش قد تصبر غنمشي نطاهر والله حتى قلتها لي وتخلي تخلي ولادك يتكرفصوا ويتلا ايوا يدوم الخيريه
اش غندير انا ما درت لهم والو انا الام عمرها ما يمكنش غتقدر تشوف ولادك يجلسوا في الزنقه ويباتوا في الزنقه ومكرسين في الزنقه تبقى اللهم ما تنتحر ولا تشوف ولادك جالسين في الزنقه لا ماكله لا شراب لا لباس هي راه صعيبه تشوفيهم لا ماكله لا والو الجيران صافي راه ما عندها حتى شي حد دابا الله يرحم الوالدين يا رب تنزلوا الحنانه في قلوب المحسنين يشوفوا من حاله السيدات يا الله يرحم لكم الوالدين تما غير الجيران ديالها احنا غير الجيران راه ما عندها وراه برافو لكم يعني واقفين معاها الوالدين الا ما شوفوا في هاد السيده وشوفوا في وليداتها لو جا الله اللي دار شي حاجه راه كيديرها مع الله لا الجوره بحالكم ما بقاتش الجوره ديالكم ما بقاتش والله بقات فينا انا وراجلي بصح ما طيبناش ما كنقولكش كنحط راسي في بلاصتك انا كنحط راسي في بلاصتك ما كنبغيش بحال هذا الشيء عارفه ديما عارفين لي جيراني وكلهم مساكن كلهم كنبقى فيهم ما بقاش فيه الجد ما مساكنش حتى الدور ولا باغا والو ما باغا والو كتمشي مسكينه تلقات فين دير الميناج باغا غير تستر تخلي ولادها صافي هادشي اللي ولاداتي دغيا ديال الحلال صافي هادشي اللي بقى ليا في عمري حتى النهار اللي نموت صافي هادشي اللي كنطلب فنتمنوا من الناس اللي كيشاهدوا هذا المباشر بارطاجوها فيكم لان هذا الحال ديال هاد الدار راه ما غيمكنش راه يقدروا يخليوها اليوم ولا غدا ولكن بعد غدا ما غتبقاش هادشي اكيد فنتمنوا الا كانوا محسنين يدخلوا على الخط والناس يبارطاجيو باش هاد السيده نقدروا نلقاو ليها فين تسكن الاقل بيت فين تخشى هي الوليدات ديالها واللي عنده باش يساعد من الفراش من اللباس قديم ولا جديد فراديس في هاد الوليدات لانهم ما كاين والو هاك دخلتي شتي هبط البنيه هبط البنيه عفاك كلشي الناس عندهم تلفازه ما عنديش انايا انا التلفازه ما عنديش التلفازه بعتها بعت كلشي كلشي بعته كلشي فين ما كنت حز ما كنبقاش شي حاجه ما كنبقاش شي خميه باش تقدر غتلقى التليفون ديالك فين هو بعدا في الدار ايوا كيفاش في الدار وفتي فين هو تليفونك في الدار كسر انور جيب لها التليفون جيبوا لها التليفون ديالها خصها تدخل لي حدا وتحت حتى الرقم ديالك اجي انس اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نوصلوا نهايه هذا المباشر بارطاجيو لا فيديو عفاكم نفرحوا هاد الوليدات نقدروا نلقاو لهم شي ولد الناس بنت الناس اصحاب القلوب البيضاء يتكلفوا لهم بالسكن ديالهم اللي عنده باش يساعد هلا كنتواجدوا في بوطويل يعني المدينه القديمه شارع قلميمه هذا مكان الرقم راه هو 0702-92-30 تبارك الله لكم ونهاركم مبروك راه قال لك تتصلوا بك والتليفون ديالك ما ويلي غرافكم غير ساعدوا معاها اجيتي هاك مالك